صباح الخير يا ثاني. بالأمس تحدثنا عن الأفعال، ويوجد ثلاثة أفعال ألا وهي الفعل الماضي، الفعل المضارع، والفعل الأمر. اليوم بدنا ناخذ تدريب على الأفعال. صنف الأفعال الآتية إلى ماض ومضارع وأمر. هاي الكلمات عندي بدي أصنفها في الجدول، بس قبل ما أصنف بدي أعمل مراجعة سريعة. حكينا الفعل الماضي هو الفعل الذي يحدث في الزمن الماضي، شيء أنا قمت فيه وانتهى، وحركة آخره دائما حكينا إيش؟ الفتحة. الفعل المضارع الفعل الذي يحدث الآن أو في المستقبل القريب، وحكينا حركة آخره هي الضمة. فعل الأمر هو أن أطلب منك أن تقوم بعمل معين، وحركة آخره السكون. هلأ في عندي مجموعة كلمات أفعال بدي أصنفها بالجدول. كلمة الأولى ذهب. ذهب وخلص، هل هي فعل ماضي أم مضارع أم أمر؟ إذن هي فعل ماضي. أدرس، سكون، وأنا بحكي لك أدرس، إذن هي فعل إيش؟ فعل أمر. يستمع، يستمع الطالب إلى الدرس، هو عم يستمع هلأ أو في المستقبل، إذن فعل مضارع. يناقش، يناقش المعلمين الدرس، إذن هي فعل ماذا؟ فعل مضارع، عم بناقشه هلا. اكتب، اكتب يا محمد الدرس، اكتب فعل امر. قف، انا بحكي لك قف، وقف محلك، قف، اذا امر، بامرك انك تقف. شرب، شرب الطفل الحليب، شرب، شرب وخلص، اذا فعل ماضي. اجلس، اجلس على المقعد، اجلس، اذا بحكي لك انا ايش؟ اجلس، بطلب منك انك تعمل شيء، اذا هو فعل ماذا؟ فعل امر. طيب انا ما كتبتهم، بدي اياك انت لحالك تحاول تصنفهم وتحلهم على دفتر اللغه العربيه. هلا طبعا ببعث لكم صورتهم مشان تنقلهم وتقوم بحلهم.